ضغط مركز في البداية من جانب أولمبي أشلف عن فريق السوداني الذي هدد المرمى، مرمى حارس مولودية العاصمة في العديد من المناسبات، لكن من دون ترسيب. نهاية هذه المرحلة الأولى بالتعادل الأبيض بين الفريقين أولمبي أشلف ومولودية الجزائر، هذا جانب من محاولات هذا الشوط الأول. حاول لمسعود في هذه اللقطة. في دقيقة ثانية من الشوط الثاني الأولمبي يضيع فرصة هدف حقيقية بواسطة الزاوية في هذه اللقطة. المحاولة الوحيدة الجادة لمولودية العاصمة كانت عن طريق داود فريد، ولكن تصدي الحارس وعودة الضغط الخلفاوي مع هذه المخالفة من جديات، ثم الهدف الوحيد في المباراة عن طريق القناص مسعود بهذه التسديدة القوية والمحكمة، يتمكن إذن من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة. فرحة كبيرة عند أنصار الشلف. ونهاية المباراة بهدف وحيد، لكنه ثمين أولمبي الشلف يظل من دون انهزام منذ الجولة الثانية للبطولة الوطنية، وفرحة لا توصف عند أنصار فريق الشلف. إذا النتائج الإيجابية خاصة بالنسبة لمولودية الشلف، والمباريات صعبة جدا بالنسبة لمولودية الجزائر. فيصل، ربما قبل ما أسألك على هذا السؤال والهدف لمسعود، على هذا اللقاء والهدف لمسعود، طرح عبد الإمام برنامج الدوري على بعض الأندية السعودية، أحكينا بعض الأسئلة كل الغيابات لمولودية، هل هي اللي أثرت أم ما أثرتش؟ نحب جواب صريح فيصل. دبلوماسي ولا صالح جزل، لأن أسئلة كثيرة جدا في المقابلة. نعم، ما هي لا هي المقابلة الهندية، وإحنا حتى المشاهد الكريم يعني في بطل بعض الأشياء، هو أن الحقيقة عندما يكون فريق عنده اغتيابات للاعبين الأساسيين يأخذ نوعا ما، لكن مثل الحياة في الحالة هذه المولودية التي تكون أحسن يعني لاعبين في الجزائر، شبان عنده الإرادة. أظن بلي حتى بداية تحضير الموسم كان تصريحات أنه الفريق راح يلعب الأدوار الأولى، حتى الإدارة يعني خسرت أموال وصرفت أموال لكي تستقدم بعض اللاعبين، شفنا لاعبين مثل عمور صنع الألعاب، بالخير كمهاجم، سفيان كمهاجم، دوادي كمهاجم، ولهذا نقول أنه يعني الفريق راهو يعني كاين فريق مكتمل، وغير واحد ولا اثنين ما نظنش أنه يغير حسب كلام اللاعبين يقولوا غيرت تكتيكية اللعب والفريق تمركز دفاعيا وخلى تحمل عبء المباراة، خلى جماعية شلف تلعب بكرة راحة في 70 متر، وهذه اللي شلف ما كانتش مقلقة، لعبت كرة حديثة وقدرت تسد الهدف في الدقائق العشرة. كان هذا التركيز بالنسبة لمولودية الجزائر في اللعب؟ هي لعبت بطريقة دفاعية محضة، وهذه اللي خلتها من قبل انه عنده فرصه يعني باش يلعب مقابل الاتحاد الليبي حتى يسترجع معنوياته فيها من معنوياته وربما يعود في البطوله، لكن نقول بلي انه الفريق عنده فريق متكامل، عنده لاعبين شبان ولاعبين عندهم خبره، ونظن بلي يعني المفروض انه يلعب الادوار الاولى. نتكلم عن جمعيه شرف شعبان، لما نقول لك شكون هو هداف جمعيه شرف؟ نتكلم عن اللاعب هو السوداني اللي سجل اهداف، اللي حصل له الشرف وسجل 3 اهداف في مقابله واحده، هو عنده الان 6 اهداف ويحتل المرتبه 5 اهداف عفوا، ومقربه هو اللي عنده 6 اهداف، ولكن يكون عندك وسط ميدان كان سعود وجدياط اللي يعطوك الكرات الاخيره، ونقول المهاجم تسهل له المهمه، وين كل مره عنده وسط ميدان هجومي، نعرف جديات الامكانيات اللي عنده يلعب وسط ميدان هجومي يعطي كرات ويسجل اهداف، نشوف مسعود سجل 3 اهداف ولا 4 اهداف في الدقائق الاخيره، نقول عنده وسط ميدان متكامل، ولكن كاين تغيير في جمعيه شلف بمجاء المدرب ايغي، اعطى النكته الهجوميه واللمسه تاعو الخاصه للفريق هذا، غير ذهنيه يعني دخل ذهنيه لاعب محترف، نعرف يعني المدرب ايغي يعني سبق له ان درب يعني الفرق الوطنيه والمنتخب الوطني، كانت عنده المسار يعني
استخدامات لاعبين وحتى طريقه لعب. وهذه اللمسه راح نشاهدوها في بورتري خاص للزميل السلميل سليم لروح حول هدف جمعيه تلف العربي هلال سوداني. السوداني العربي هلال من مواليد سنه 87 وهداف الفريق ويعد من العناصر الاساسيه والمهمه في التشكيله، وهو المنتوج الخالص للنادي، تدرج في كل اصنافه ولم يغيره الى اي جهه اخرى. السوداني العربي هلال لعب في شلف في كاتيجوري تاع شلف حتى ملي بوشاردا سينيور. الحمد لله يا ربي راه بيراموكو. الحمد لله يا ربي. السوداني يعد الآن من العناصر الأساسية في الفريق، فهو يسجل الأهداف ويحقق الانتصارات ويساهم أيضا في صنع اللعب ومنح الفرجة لأبناء أنصار الوانشاريس. السوداني يعتز بنفسه وأدائه، ولكنه يقرر في نفس الوقت بمساعدة العناصر الأخرى في نجاحه وتألقه. ديما يقول لك إن شاء الله بربي كل شيء صحابي اللي كيدعوني ليك، ويقول لك واحد ما فيش لي بيت في السوداني الذي ينشط الآن في جمعية شلف وكذا منتخب المحليين يتطلع إلى أشياء عديدة وجميلة، من أبرزها تقمص ألوان المنتخب الوطني الأول، أحد أكبر أحلامه. كما يقول لك طموحي إن شاء الله اللي في الفريق الوطني الأول، وإن شاء الله نحقق الحلم تاعي إن شاء الله. الطاقم الفني الذي يعتبر السوداني أحد المفاتيح المهمة للفريق يعتقد أن السوداني لم يكشف بعد عن كل إمكانياته وقدراته. السوداني هو لاعب اللي ما زال ما انفجرش تماما، أنظن أنه يظهر إمكانياته في حالة اللعب، ولكن ما زال إن شاء الله عنده طاقة كبيرة، ولما تخرج كل هذه الطاقة سوف يفاجئ أكثر من واحد. في انتظار ذلك يبقى السوداني يتألق ويتفنن في تسجيل الأهداف وإسعاد أنصار شلف، وكلها أمل في تحقيق الأحسن في قابل الأيام. إذن شكرا سليم. فيصل راح نتكلم على السوداني. لما تكون هداف انت لاعب وكلاعب سابق، يعني لما تكون هداف 5 أهداف كامله مع بدايه البطوله هذا راح يحفزك انك تلعب يعني على لقب هداف البطوله. تلعب بالضبط على لقب البطوله هداف، وخاصه كما قال شعب نرجع لورا عندما يكون لاعبين في الوراء يعني لاعبين ذو خبره ترتاح كثير وتعرف انه اللاعبين هم اللي راح يعني يزودوك بالكرات حتى يعني تسجل اهداف. وان شاء الله انا نقول بانه يعني انا شفناه في بدايه الموسم، نتمنى انه يواصل على هذا المنوال هذا، لانه يعني راهي البطوله نظن باللي تقريب مازال رانا في بدايتها وان شاء الله. فيصل في الوقت الحالي في الكره الحديثه ان المهاجم عندما يضيع الكره فيه تحويل راح يرجع اول مدافع، مش كيما في وقتنا احنا وين كان مدافع او مهاجم. الان الكره الحديثه هي ان قلب هجوم ويكون يسجل عده اهداف، ولكن عندما الفريق تاعو يضيع الكره راح يصبح اول مهاجم مدافع وراح يدافع. ولهذا نشوفوا السوداني، نشوفوا مقربه شباب 3 لاعبين اللي سجلوا 6 اهداف 5 اهداف اللي خرجوا وفضلوا نفسهم، ومازال كيما السوداني الشاب مازالت كما نقول لك التاريخ قدامنا وراح ينفرد. البطوله مازال طويله كما قال السيد. البطوله في البطوله حتى نشاهدوا بطوله الهدافين. بالفعل بطوله الهدافين. لقاء اخر يعني راح نتكلم عليه، وفاق سطيف بمديريه السيده، هو اللقاء اللي عرف يعني بفضله تغيير في رياده الترتيب. الوفاق سطيفي هو الذي يتصدر رياده الترتيب بفضل 3 اهداف كامله امام مديريه السيده الرائد بحد اللقاء الاخير امام وفاق سطيف. تمكن وفاق سطيف من إزاحة الرائد مولودية سعيدة واعتداء الرياضة ليؤكد بذلك على عودته القوية. الوفاق قدم مباراة كبيرة سواء من حيث الأداء الفردي أو الجماعي، وتمكن من فتح باب التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط من تلقي غزالي من زاوية ضيقة. الهدف المبكر للوفاق أربك الزوار وسمح للوفاق من بسط سيطرته على مجريات اللعب، فكان هذا الاستعراض
من دلهوف بمقسية رائعة جانبت القائم، ثم حارس المولودية كيال يتألق في إبعاد سديدة من بن موسى إلى الركلية. عناصر الوفاق تحكموا في الكرة دون عناء في غياب رد فعل حقيقي من جلب المولودية، وكان للحارس كيال دورا كبيرا في صد الكثير من الفرص السانحة حتى إعلان الحكميات عن نهاية المرحلة الأولى. نفس السيناريو تكرر مع بداية الشوط الثاني، فبعد دقيقتين وبمجهود فردي رائع تمكن جابو من إضافة الهدف الثاني للوفاق. لم يكسبش الوفاق بذلك، فكان الدور هذه المرة لحماري الذي تخطى الدفاع والحارس ويوقع الهدف الثالث الذي أراح الأنصار كثيرا. استفاقة عناصر سعيدة جاءت متأخرة، وهنا العفاوي يتدخل لإبعاد أول فرصة للبديل عكوش، ثم كرة أخرى لم تستغل في منطقة الحارس الشوشي. وفي الوقت البدل الضائع أفلح عكوش في تبديل الفارق في مباراة هي الأسوأ لمولودية سعيدة منذ بداية الموسم، وهي المباراة التي سمحت للوفاق الصيفي أن يكون في ريادة الترتيب. شعبان، الوفاق الصيفي يفوز على الرائد الماضي في تسليم مشعل بين الفريقين، إذا صح الكلام. وهي كانت مقابلة يوم الثلاثاء، وين وفاق ستيف فاز بتهداف مقابل صفر في البليدة، وهذا اللي خلاته يأخذ 3 نقاط ويسترجع قواه باش ياخذ المرتبة الأولى. واليوم شفناه يلعب مع مولودية سعيدة، هي مفاجأة هذا الموسم، ممكن تحتل المرتبة الأولى وفاز عليها ب3 أهداف مقابل 1. كانت مقابلة شيقة، نقولوا نقص الخبرة تاع مولودية سعيدة ومقابلات كبار هذه اللي تلعب على المرتبة الأولى. نقولوا وفاق ستيف مازال يلعب بالمراتب الأولى ويلعب على البطولة، ونشوف قبل ما يقود كأس جنوب افريقيا شمال افريقيا النص تاع ضمن، وحتى وفاق ستيف حفظ الدرس بالنسبه للموسم الماضي. 6 جولات كان حرز 7 نقاط، والجوله يعني في الموسم هذا 6 جولات 15 نقطه. نظن بلي عارف انه يعني لو حبي نقاط مهمه نقاط مهمه اللي حبي يعني يمشي في الادوار الاولى، ما عليه الا يفوز بالمقابله. ونعرفوا الامكانيات اللي عنده الفريق واللاعبين، عنده زوج فرق في فريق واحد كما نشوف يقدر ينافس على مختلف الالقاب. شوفوا استرجاع جابو بعد ما كان في الموسم الماضي عند الاتحاد الحراج، حتى مصابين استرجع العفاوي استرجع. ولكن في البطوله هذه شوفوا عده اهداف اللي سجلت بقذفات من 20 30 متر، هذه اللي ما كناش متعودين عليها. وهذا ممكن مع الاهداف نمر الان مباشره الى نتائج الجوله 6 في هذا الجدول والترتيب. في هذا الجدول الإلكتروني، وربما نسأل عن أهم المباريات في هذا الجدول. نشاهد العديد من اللقاءات، أهم المباريات شعبان فيصل. ما يتمثل في المعرض الأول للبطولة.